ليش من النص؟ حدا سأل حاله السؤال إنه أنا ليش أصلا بدخل جامعة؟ هيك عادة يعني الواحد بخلص سنة بدخل جامعة. في حدا ببرمج بدرس جامعة؟ شو بيستقبل بيشتغل؟ يعني بيستقبل بهذا الشغل بأسس حياتي؟ أسس حياتي مع صغير. مؤسسات تعلمناها بالبكالوريا طبقها بمجال تخصصي نوعا ما. طب حدا حط بباله مثلا شي مرة انه ممكن يكون اختصاصه الجامعي هو هدفه؟ يعني انا مثلا هدفي فوت على اختصاص معين لحتى ضيف حسن المجتمع. يعني مثلا انا بدي فوت ولا يقول عني دكتور مو لحتى يحطوا بدي فوت هندسه ولا ينحط بالاسم. يعني انا عندي هدف اني مثلا عمر بهالبلد، ضيف عليها، حس هيك عمر. في عنا عمر كثير بس شو نوعيه العمر؟ هاي الفكره. طيب كيف بختار اختصاصي؟ يعني هلا كل واحد من بيناتكم خلص بكالوريا، كيف بيختار اختصاصه؟ على طيب فرضنا انك جبتي 260، شو بتختاري؟ اكيد على الفرق. على الفرق. طيب المفروض واحد يسمي ميولي بس مش خيال لانه ميولي عادي بيتدمر بتصير تنمر. طيب هلا هو صح في يعني يمكن فكره العلامات هي عائق نوعا ما، لكن هل حدا يعني حط بباله انه الواحد لما يكون عنده هدف معين يعني بتكون طاقته جواته لهالهدف هذا انه اكبر من العوائق؟ مثلا انا عندي عائق العلامات لكن انا يعني بكون مرن بحيث اني ممكن اختار اختصاص ثاني كمان ممكن يفيد فيه. يعني هلا مثلا انه حدا بحب الرياضيات ونفسه يفوت معلوماتيه جاب 220 شو بفوت؟ رياضي. انا شايفه نماذج عندي بفوتوا عماره بيردوا 5 سنين و7 سنين لانه مشتمه بين العماره والمعلوماتيه. هلا ممكن الواحد يفوت رياضيات ويقولوا عنه مجنون انه خسر 20 علامه. معقول؟ هو معقول فعلا لانه على القليل بيكون كسب عقله وكسب علمه وكسب مستقبله. يعني نحن بحاجه لاعاده هيك هيكله من المفاهيم اللي عندنا انه مو كل شيء الاسم، مو كل شيء اللقب، مو كل شيء البريول الابيض، مو كل شيء. حتى بس ما عرفت تجربتي الخاصه انه الحمد لله قدرت طبعا هلا سنه رابعه بس هندسه معلوماتيه. بس انا لما كنت بكالوريا طلع لي طب فابدا ما كنت ادمان اني تركت الطب وفزت معلوماتيه. فانه يعني شيء واقعي جدا انه يعني مو شيء حلم انه ممكن واحد يترك كثير كل مره يفوت. يبدو انه انا تجربه ما كنت اتغلب ابدا، بالعكس انا كنت متذكر انه كنت في الطب وضحك كثير على حالي. بس معلش احيانا بيكون في فرق كثير كبير بين الفرع اللي كنت فيها والفرع اللي احسب على راسي السنه. يعني 30 علامه كنت اختارها فعلا بيكون عن جد بينما مثلا 10 علامات اي ممكن الواحد مش عم يحققها. هلا انت كنت تعملي موازنه، انت كنت تعملي موازنه ما بين المكسب اللي حيجيكي مستقبلا مو المكسب المادي. مكسب علمك ومكسب مالك انك يعني الواحد لما بيدرس بمجال حتى لو كان مثلا انت كنت عم تطب اختصاصا مو مجالي وحسيتي حالك خسرتي مو بس 5 سنين خسرتي عمرك وفقدتي من 5 سنين وانت عم تدرسي. يعني ممكن لا ما بعرف اذا استفدت الاعاده موجوده بس مع اني انا ما بشجع لك يعني الا اذا كان عنده كثير هدف واضح. هي شغله الشغله الثانيه عم تقولي انه انت جايبه يعني علامات عاليه بدكم تفهموا شيء اقل ما انك انت بتكوني كسبتي حالك كسبتي هدفك والعلامات بالاخير يعني انت ما اعطيتيهم اياهم انت اللي استفدتي انت اللي درستي اكثر انت تعلمتي. فاول شيء نحن بنختار مثل ما انا على حسب الميول والموهبه. طيب في ناس بتقول لك انه انا يعني انا صرت ميول وموهبه بعض مخاطره على بالي يعني انا 18 سنه وما بعرف شو هي موهبتي. طب انا شو بدي اعرف من وين؟ طب انا بخفي شو؟ هلا حاليا في صار في امتحانات بتحدد نوع ذكاء للانسان، ذكاء ما هو ذكاء واحد، الذكاء هو عده انواع، في ذكاء شخصي، في ذكاء علمي، في ذكاء رياضي، ذكاء موسيقي، ذكاء فني، وكلياتنا عندنا كل انواع الذكاء، بس في عندنا واحد نامي على حساب البقيه، وفي عندنا واحد ثاني هو البقايا كلهم صغار. فكل واحد لازم يدور شو هو نوع الذكاء الرئيسي عنده وبناء عليه بيختار. هلا انا بالملف اللي مرفقه هون يعني بالمجلد ملف ذكاءات اختبار ذكاءات فاذا ما بعرف عنيت باذن الله يعني كلها رح نجربوه ان شاء الله. بتعرفي شو نوع الذكاء؟
شو هي العمارة؟ بغض النظر عن الفلسفات اللي تعددت حول مفهوم العمارة وتعريفها، لأن باختصار هي علم وفن. هلا كل الهندسات هي علم. ما فينا نقول مثلا هندسة الكهرباء هي علم وفن. ما بعرف. علم. إلا هندسة العمارة يعني بوليزات بيكون كثير غلطانة، مثلا بتكون بدها كهرباء بيقولوا بنزل العمارة، بتكون بدها معلوماتين بيقولوا بنزل العمارة. اختار شيء بيكون يناسبها، شيء مثل يعني الشيء اللي انت نفسك فيه. وعم يعني انا من تجربتي انا في كثير عندي زملاء سبعه وثلاث سنين قاعده بالكليه، ليش؟ لانه غلطوا هالغلطه، كان عندهم صيدله ينزلوا العماره، كان عندهم معلومات ينزلوا العماره، هذول اكثر اختصاصين يعني بينزلوا فيها الناس العماره. طيب شو بتهتم العماره؟ اذا قلنا انه هي علم وفن، هي علم وفن تصميم المباني من الخارج والداخل، تعتمد بتعتمد يعني على ضبط الفراغات بطريقه، يعني مثلا انه انا لما بصمم بيت بختلف عن لما بصمم مسرح. في فراغات لها وظيفه معينه، في علاقات معينه، هي العلاقات هي مسؤول المصمم المعماري عن ربطها ببعضها، ناهيكم عن تغليفها بشيء جميل، شيء مقبول للحس الذوقي، يعني ما انه كمان الشيء يكون هيك. هلا على شو بيعتمد؟ يعني انا اذا بدي ادرس عماره على شو بعتمد؟ شو الشيء اللي لازم اعمله؟ لازم يكون عندي يعني مثل ما بيقولوا سوسه بالنت، انه دائما بحث كتب، يعني لازم دائما الواحد يعني انا متخرجه وكنت عم بحكي مع الاستاذ رواد، هو يعني اصغر من سنتين، فانه انا اكتشفت انه هن ايه لسه متطورين، انه الفرق بين عمري سنتين وعمري كثير متطورين، انه اكثر من جيلي. فدائما لازم الواحد يكون عنده تحديث بمخه، تحديث بتعلم البرامج، تحديث بمستجدات العماره. طبعا الشيء الثاني اللي هو بتعرف على العماره، انه لازم يكون الواحد عنده محبه للرسم. هلا محبه الرسم قبل وجود الكمبيوتر بقول لك انه لازم يكون يعشق الرسم، بعد وجود الكمبيوتر يكفي انه يكون ما عنده مشكله على الرسم. طبعا يعني مساله الحفظ والحل والمسائل هي امور موجوده ضمن المنهج. هلا نوع الذكاء، في عده انواع الذكاءات. شو الذكاء اللي بيناسب طالب العماره؟ الذكاء العقلي الحسابي، يعني الى حد ما لازم يكون له، يعني ما لازم يكون جاهل بالرياضيات، انه صحيح هي علم الفن، لكن مو انه يكون صفر في الرياضيات. وموضوع الميكانيك والتوازن والامور هيك. الذكاء الفني لانه هذا يعتمد عليه بالدرجه الاولى. الذكاء المكاني، الذكاء المكاني كثير هام بالديكور، يعني مثلا انا عندي هالفراغ هذا، كيف ممكن استفيد منه باني مثلا وسع اكبر عدد ممكن من الطفل، زائد اني احط خزن واحط ادوات التصوير واحط، يعني هذا الذكاء المكاني. في ناس مثلا من غرفه صغيره ممكن يصرفوا فيها مثلا غزاله مترين، هلا في كثير هيك بتطلعوا على نوازل جديده بالتصميمات بالديكور بتلاقي هيك مترين وسع غزاله ومكتب وتخت وطاوله، كيف ما يعني هذا بقى ذكاء، هذا الذكاء المكاني، كيف يتعامل مع الاماكن الصغيره والاماكن الكبيره. موضوع التخطيط، يعني مثلا انا عندي ارض معينه، كيف ممكن اذا فتلت فيها اقدر اخمن قديش مساحتها، اقدر اخمن قديش ممكن تسع ابنين هيك يعني. او مثلا بيقولوا لك التخطيط الذكاء المكاني انه انا روح بطريق عارف ارجع منه لاول مره، وهي كمان كثير مهم هذا مهندس عمارة. بالنسبة للدوام فهو تميز العمارة كانت يعني ما زالت لحد ما انه دوام طبيعي خاصة بالسنين الأولى لأنه بيشتغلوا بإيدهم، هلا بعدين بسبب التعامل بالكمبيوتر بيقصر الدوام. المحاضرات فيها عملي وفيها نظري وفيها عملي. العلمي العملي هو الرسم، هو يعني هو المواد الرئيسية. العلمي هي رياضيات وميكانيك وحساب انشاءات ومقاومه مواد وهذه الامور. النظري في تاريخ النظريات وفي مدارس فكريه وفي علم اجتماع عمراني. هلا الشيء الممتع انه هي بالفعل تتميز عن غيرها، انه مثلا فيها كثير رحلات، يعني هي مو بس ورقه وقلم وهون تشتغل، لا فيها رحلات، فيها زيارات، تصوير، ممكن انت تكون رايك الخاص، يعني هي مو بس دراسه، مو بس ورقه وقلم، مو بس كتاب. هلا الشيء الصعب فيها، انا بهذا الشخصي العماره ما فيها شيء صعب، لكن لغات الالتزام الانجليزي، يعني مراجع لانه غالب المراجع وصفحات النت هي بالانجليزي،
الفرنسي اللي حابب يعمل دراسات عليه بمجال التنمية في معهد شايو ومعهد مالدا بيدرس يعني بيدرسوا بالفرنسي، والألمانية يعني ماركل، لكن كون ألمانيا رائدة بموضوع الأعمار البيئية ففي كتير مراجع بالألمانية. البرامج الحاسوبة اللي لازم الإنسان يتقنها هن كل شيء وورد مشان تقديم حلقات البحث. بالنسبة لتقديم المخططات تبع التخطيط بدها فوتوشوب والرسم الثنائي والثلاثي الأبعاد، في برنامج أرشيكاد وأوتوكاد وسينمات وسكتش أب وأعداد هاي اللي كان الأستاذ رواد الله عم يقول لي عليهم. يعني على طبيعة عمل كل برنامج انه هلا الاوتوكاد صح في 3D، لكن احنا غالبا بنستخدمه غير 2D لانه مستحيل يعطينا باتقان بأي البرامج. ال 3D ماكس فيها محاكاة للواقعية بشكل رائع. الارشيكاد في عنده خواص ذكية اكثر من 3D ماكس انه بيفهم، يعني بيفهم الحيط حيط، في حين انه غير برامج بتفهم الحيط هو بوكس، مجرد بوكس مثلا بوكس خشب بوكس بيتون بوكس جبسين، اما هذا بيفهم الحيط حيط بيفهم الشباك شباك بيفهم الباب باب. ناهيك عن قدراته بإعطاء يعني مصادر مواد هلا أمر يعني. هلا بدي أحكي عن المواد، أهم مادة هي التصميم المعماري. هي بتاخذ 40% من المعدل، معدل تاخذ التصميم تضربه ب 40% من المعدل ككل، يعني كل المواد عبارة عن 60%. يعني وتدرس كل السنوات، وللأسف هي بتدرس بكل الجامعات بكل الكليات انه اربع مواد هي المناسبة اما القسمة فهي لحالها كفيلة بالمدرسة. التصميمات التنفيذية هي كيف نعد الأدوار الإنشائية اللي بدنا نقدمها للتنفيذ، الرسوم، المصطلحات، الإشارات المعمارية، يعني كل شيء بدقة، انه حتى الطين لازم تلبسه، يعني التصميم بيرسم واحد بشكل عام، اما التصميمات التنفيذيه بتعتمد على الدقه، وهي غالبا بتكون شراكات، يعني مستحيل واحد يكون من شركه كثير. الرسم النظري هو عباره عن ماده فنيه بحته، يعني جبسين، رسم، الوان، هذا الامور غير. الظل المنظور هو تعريف يعني كيفي انه الشكل دائما بيكون في له ظل بيعطيه تجسيم اكثر وبيعطيه يعني تكوينه الحقيقي. التخطيط هو اللي هو انه دراسه منطقه معينه، دراسه مشاكلها، ابداء حلول فيها، ابداء راي فيها، اعطاء حلول فيها، وايضا ممكن انه ناخذ قطعه ارض ونصممها ونخططها من اول وجديد. ديكور وتنسيق الحدائق، تاريخ العماره والتعرف على كيف تطورت العماره ودرجت عبر العصور. النظريات العماره هي المدارس الفكريه اللي تعاقبت على العماره والاراء اللي بناء عليها بلت، يعني مثلا تقول شلون بتعرف هذا مبنى روماني، شلون بتعرف هذا مبنى اسلامي، كله هذا عباره عن مدارس فكريه. وعلم الاجتماع العمراني كمان هو التاثير المتبادل ما بين الانسان والعمران والبيئه، تاثير وتاثر. نظريات التخطيط كمان يعني كل شيء مبادئ ومناهج قامت تاسست عليها المدن منذ الخليقة لهلا. نظريات الإنشاء هي بتدرس الجمل الإنشائية، وهي يعني بتعين المعماري كيف إنه بده يفهم على الإنشاء، يعني هي صلة الوصل ما بين المعماري والإنشاء. الإنشاء المعماري والإقصاء المعماري هدول يعني حتى يتعلم اللي بده يدرس عمارة شو هي مفاهيم البناء الأولية، مثلا عمود وبلاط وسقف، مكونات كيفية الإقصاء وهالأمور. مواد البناء وعلم المساحة، فيزياء المباني، تجهيزات المباني، يعني هي الأشياء الفيزيائية جوات المبنى اللي بتسهل استخدام المبنى، مثلا الضوء، الصوت، التدفئة، التكييف، الصرف الصحي. علوم البيئة هي دراسة العوامل المحيطة بالمبنى وكيف بيأثر وبيأثر هالمبنى هاد كيف بيأثر بالبيئة. كميات مواصفات ومشان كيفية التعامل مع الورشات، إدارة المشروعات، ما تعرف إدارة المشروعات يعني هامة مو بس للعمارة، هامة للإنسان بشكل عام، يعني أي تخصص لازم الإنسان يتعلم كيف يدير مشروع، كيف يدير حياته أصلاً.
التشريع العقاري هو دراسة القوانين والأنظمة الحاكمة لحركة العمران في كل منطقة، ودراسة ضوابط البناء، لأنه مثلا يعني منطقة معينة بيسمح ببناء أبراج، منطقة معينة بيسمح ببناء طوابق، فكل هذا ضمن التشريع العقاري. في مواد مهمة مثل الرياضيات والميكانيكا والقوانين والمواد حساب الإنشاءات، هذول يعني لهم علاقة بالمدن أكثر من العمارة، لكن مثل ما قلنا المعماري لازم يفهم عقلية الإنشائي كيف بيفكر لحتى يقدر يتفاهم معه، لحتى يقدر الرسم اللي برسمه مخطوط يعني ضرب من الخيال، لأنه لازم يعرف كيف الإنشائي بيشتغل لحتى يعرف كيف يصمم له، يعني مثلا بحط له مكعب على زاوية واحدة ما حيثبتها، بده يعرف كيف عقلية الإنشاء. بالدراسات العليا معروف عن كل الكليات إنه بسنة ثلاثة أو أربعة مواد بيختصوا بالعمارة، خمس سنين كلهم متفاضي، بس بعدين اللي بده يكمل دراسات عليا في عنا قسم التصميم المعماري وقسم التخطيط العمراني وعلوم البيئة وقسم تاريخ ونظريات العمارة وقسم علوم البناء والتنفيذ، بس تاريخ ونظريات العمارة كذا سنة مسؤولين. المستقبل المهني لهذا الاختصاص، لأن احنا انه الواحد مباشرة بعد ما يتخرج شو بيعمل؟ بيقدم على الوظيفة مباشرة، كله على الوظيفة الحكومية. هلا نحن يعني ليش كنا الاختصاص بدنا نفوت الاختصاص؟ ليش العبارة كلها بفوت الاختصاص؟ حتى الاختصاص مو انه اذا بدي اعبر المكتب بفوت الاختصاص، ممكن اني اعبر المكتب. بشوف يعني نحن صاير فينا الجامعات صايرة عبارة عن معمار والوظيفة مستودع، وهل الجامعات عم تضخ 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 بس بعدين مستودع شو بده يصير؟ بده يرجع. فيعني اذا ما لقينا تصريف لهالمستودع بمجالات ثانية مستحيل نحن نضل عم نتعبى به المستودع، لانه اصلا يعني كيف انت بدك يعني تبني بلد كامل اذا بس انت شغلتك مكتبيه؟ ما بعرف انه شو انت شو وجهه نظركم عن العمل بعد تخرجك؟ وظيفه ما عشان انا بعد ما تخرجت رفقاتي كلهم غلط وظيفه 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 وظيفه، والله انا ما بدي اقدم على الوظيفه الحكوميه. هذا العكس بتحكي الوظيفه الحكوميه اغلبية العالم الموظفين بالدولة بنصحونا انه ما بتوظف بالدولة. ايه يعني انا قتلت اللي تعلمته. شغلوكي بشغلتي ومو كبيت كل شيء تعلمت عليه معاملات وصفات. يعني انه عم تلاقي توجه كله هيك الوظيفة لدرجة فكرت انه انا في شيء غلط بعلمي، انه انا ما كنت وظف العالم كيف بتوظف، يعني ما قلت العالم غلط ولا صح. بالاخير ما توظفت. طيب ما عرفت انا شو بدي اشتغل. ما قلنا انه العالم كلها بتفكر انه يعني هالاختصاص هذا او هالمجال او هالكلية او هالعالم كله هذا عبارة عن عمل، بفوت من باب وبطلع من باب. يعني انا شو شغلتي؟ شغلتي بفوت من هالباب وبطلع من هالباب. طيب ليش؟ طالما انه انا فتت بهالمجال، فتت بهالاختصاص، فتت يعني صار الاختصاص مني، طب انا ليش ما اضيف عليه؟ ليش ما ابدع عليه؟ ليش اني فوت من هالباب وبطلع من هالباب؟ هاي الناس بتقول لك لا انا ما فتت من هالباب وبطلع من هالباب، انا بدي ادرس شيء. انا ممكن اني ادرس الباب يعني على الغرفة اللي ممكن يطلع من الشباك ناس لا بتحط درجة حتى تطلع من الشباك، بس المهم انه يعني طالما اني انا مشيت بنفس الطريق اللي مشيوا لي قبلي معناتها انا ما بفوتش. يعني تخيل مثلا عالم الطب من ايام مثلا ابن حيان والرازي وكل من هدول، انه عالم الطب مثل ما هو بس الواحد بيتعلمه وبينقله اللي بعده من دون ما يضيف عليه شيء. تخيل وقعنا الطبي حاليا شو كان صار؟ هلا في ناس لا تقبل منه، يعني في ناس بتحب كلها بصماتها بأي مجال، فلا تقبل لا بالباب ولا بالشباك ولا بالدرج وتقعد تصلي بمن عليها وتضيف شيء جديد. يعني شيء يعني هي تضيف لمسات على هذا الاختصاص، هي تشتغل بالمجال اللي هي بدها اياه بالطريقه اللي هي بدها اياها بحيث انها تعطي الشيء اللي هي ببالها. طبعا هذا كله بمجهودك، يعني اذا الانسان اصلا ما له هدف مستحيل يعرف وش بده اصلا، ليش اجي وليش بدي اختص وليش بدي ادرس ليش بدي اتعب حالي. يعني طالما الانسان اجى معناته هو له دور، طالما له دور معناته هو لازم يدور على الدور، يعني حتى اذا ما وصل لازم يدور عليه، لازم يعرف هو شو في بايده امكانيات، شو في بايده طاقات، ليش هو عنده امكانيات وغيره ما عنده اياها، ليش هو درس العلم وغيره ما درسه، ليش هو تامل له دراسه وغيره ما تامله. فهذا دليل انه انت لك هدف، لك دور بالدنيا، فلا تقبل الا انك تطلع من الدنيا وتبدي هدفك. هلا التكاليف تقريبا العوار هي مرتفعه بالنسبه
لغيرها نتيجة جسد الموت وطباعه وكل الأمور هاي. بس ممكن يعني في ناس حتى أنه ترغب بالنسبة للتكاليف، بس هو أنا في يعني كل كليات حاليا صار إلى تكاليف. هلأ بس نرجع لموضوع إضافة يعني إضافة للإختصاص، إنه هلأ نحن يعني اللي قبلنا اللي درسونا في كثير علوم لما احنا اجينا احنا ما يعرفوا مثلا موضوع التعامل مع الكمبيوتر، يكونوا هن دكاترتنا مثلا او اصحاب المكاتب الكبيره هن ما بيعرفوا هذا الشيء. طب معناتها العلم تطور، معناتها هالشيء يعني نحن اصلا ما لازم نرضى انه نحن طول فتره حياتنا على نفس النصب. والدليل هلا اللي حيورجينا الاستاذ رواد كيف نطور هالعلم ونفات بمجالات لا يمكن تخيلها. اسمي رواد ومطالب مصدر. هلا بداية نحكي عن شيء عن موضوع اليوم كله عن عمارة مفتوحة المصدر. شو يعني مفتوحة المصدر؟ شو يعني open source؟ هلا رح أحكي قصة مقبولة يعني عن شخص ثاني اللي هي قصة شايفينها في الأردن ولا شايفينها شو بتعرف؟ هي قصة ببساطة طبعا إنه زمان كان في طباخ في قرية، هذا الطباخ عنده أكلة بيكون الناس هذا الطباخ عنده أكل بيحبوه الناس. فوصفة تبع الأكلة هي أو بيعرف الأكلة ما حكى ليش؟ مش حكى بحدا الناس ضل هي الطبخة المحصرية هي أنا المرات إجا ابنه شافه شو مثلا عرف شو هي المواصفات عرف شو هي فراح علمها لكل الناس قلت تعالوا الناس شوفوا هيك هيك حطوا له بطاطا حطوا له كذا رز بصير هذا انتشرت الأكلة بين الناس. فكل واحد اللي ما بيحب جزء من الأكلة صار يعدل عليه وصار يضيف عليه وصار يجيبه ما بيحبه وبيحبه. فصار الأكلة صارت أكلتين، أكلتين صاروا ثلاثة، ثلاثة صاروا ستة، تعددوا الأكلات كثروا الأكلات. فصار الإبن بيعرف عدد الأكلات أكثر من أبوه، منتشر أكثر من أبوه، حقق نجاح أكثر من أبوه. هي بنبلش العمارة مفتوحة المصدر. اليوم بنحكي نحن نحاول نفسي بس نحكي فيها هلا نحكي عن مصدر مفتوح، بعدين نحكي عن عمارة والإنسان، نحكي عن عمارة المصدر المفتوح هي بالعمارة المصدر فيها شيء هي أوريدي عمارة مفتوحة المصدر بجزء معين، تعتمد على التعاون تعتمد على الأشياء. نحن نذكر أمثلة من شريعة ونحكي عن دولة. تطور الوسائل هلا في يمكن يحصل بريطانيا انه لا تعد الاختراع عشان شيء جميل جدا. الفكره انه في زمن معين بوقت معين كانوا يستخدموا هالشيء هذا صاروا يستخدموا هالشيء هذا بعدين تطور الوسائل، تطور الوسائل هذا اثر على تطور العمارة، اثر على طريقه الدراسه العمارة، اثر على طريقه تدريس العمارة. الشيء هذا مسحوب مو بس على العمارة، مسحوب على باقي الاختصاصات. هلا شو الشيء اللي غريب بالصوره؟ لا ترضى بنفس الزمن، انت في عدة وسائل، كل وسائل تعود إلى عصر معين، انت كل موجودة بنفس الزمن، بنفس الزمن شخص عم يشتغل استخدم فيه سيارة، واحد صار عم يستخدم الحبل يضطر في الطلاب، وواحد ثاني عم يوصل. هلا المنتج المعماري خلال فترة معينة هو كان منتج ورق. أنا بدي أوصل فكرة اللغة المعماري هي الرسم. فأنا بدي أوصل فكرة معماري ثانية أو رسمون أو أي شيء. فهي المنتج المعماري هو منتج ورقي. التطور أدى أن المنتج الورقي يتحول لمنتج صار في سوفت وير، صار في موضوع أن النقل صار أسهل، صار موضوع التشارك فيه أسهل. فهالشيء أثر على العمارة. يعني بنلاحظ أنه شلون أنه صار الكمبيوتر صار فيه انا وايد صار فيه هلا هالشيء هذا مثلا هو مثال سريع انه شو اثر الاوبن سورس على العمل هذا. هلا كل واحد فينا رح يمسك ورقه صغيره مثلا ورقه هلا كل واحد هي ورقه اللي معه قلم وما معه يعني كل واحد يكتب اسمه على الورقه يعمل شخبوره يوقع يعمل اي شغله خاصه فيه اي شغله فيني هي الورقه اللي اكتب اسمك وقتك او اكتب اسمك ورسوم وش اسمك او اعمل شغله شو ما كنت كله خلص
نحن نساوي ثلاث شغلات ثلاث حالات ماشي. بعد ما اقول الشغله الاولى نفذ يعني وقت اقول نفذ سوي شغله. اول شغله انا بطلب من كل واحد انه يعطي ورقه لي معه لخمس اشخاص ند مع بعض. يلا كل واحد وزعه في خمس زبائن طالبين المنتج تبعه اعطيه ان شاء الله خمس صح كده ما فهمت تعطي الورقه تبعك لخمس اشخاص ما في مجال نفس الحكي هلا الحاله الثانيه انه اعطي الورقه تبعك لشخص واحد شخص واحد تبادل مع الورقه المنتج تبعك صار مو بين تطوير المنتج تبعك خرج من خرج عن سيطرتك تماما صار تقدر تعطي العلاقه انت مع خرج موضوع طيب هلا الحاله الثالثه اللي هي حطها بجيبتك وخلص تستفيدها ما شو بدك تعطيها شغله طويله هذا عم يصير هلا هذا عم يصير تطوير المنتج تبعك ما تطور ضل مثل ما هو التعديل عليه غير موجود هو نفسه وجهه نظر اذا كان بالورقه هي حقه ما في اي ضغط لا الحاله الرابعه اللي هي انه كل واحد ذات نفسه كل واحد يطلع بجيبته الموبايل يصور الورقه يرجع على بيته يبعث على الايميل لخمس اشخاص هذول الخمسه كل واحد على الفوتوشوب بيعدل على يعني طالع اسمه ورسوم اسمه على الفوتوشوب شيء ممكن الخمسه ممكن يكونوا 10 ممكن يكونوا 50 ممكن يشتغل مع مجتمع تشارك عباره عن شبكه فيها عمليات تطوير اخرين زي برا شبكه فيها الاف الاشخاص ممكن يعدلوا على الشيء هذا لاخراج منتج واحد انتوا الاف الاشخاص اللي اخرجتوا منتج واحد من الورقه اللي طيب خلصت انه مفهوم العماره نحن نحكي على سلة ثمانتين الان سحكي على العماره فقال انه العماره مختصر حكي انه هي مو مفهوم متعلق بالبناء فقط العماره هي مفهوم متعلق بالقيم الانسانيه متعلق بالتاريخ متعلق بالوعي متعلق بالتالي مش متعلق بسلوك الانسان نفسه فالمجمل على الحكي كله هذا انه متعلق بالانسان فهي العماره مرتبطه بالانسان بالتالي اي شيء بيخدم الانسان هو شيء مطلوب بالعماره اي شيء بيساعد على تسريع الخدمه هي هي مطلوب بالعماره إذا كانت عمارة الأوبن سورس التعليم أو الأداء تبعها يساعد على خلال نحن هلا عايشين بفترة مسافرة معلوماتية بهي الفترة هي إذا كان مطلب معماري إنه أنت مطلب إنساني إنه أنت تسرع عملية أداء المعماري عن طريق التعليم ممكن أحكي لكم الحل كان لعملية التسريع المطلوبة والحل لعملية جمع الاراء المطلوبه والحل للاستفاضيه المطلوبه للاراء المعماريه كان في موضوع تشارك وكيل الناس سابقا انا استطيع اتشارك مع مجمع افلام مع افلام احنا اربعه موجودين بمكان واحد هلا ما عاد في داعي لشيء ممكن كل شخص يكون موجود بمكان يتشاركوا في عن طريق شبكات طيب هلا العماره فيها شيء اصلا من الاوبن سورس من زمان يعني اول ما اجوا اجى الانسان على الارض عمر المبنى هذا التعبان هيك من وقتها فيها شيء من التعارض فيها شيء من المصدر المفتوح شو خلينا نحصل على سبيل اول شغله اللي هو المعماري مثل ما حكيت الان كمان هو قائد لعمليه بناء قائد لعمليه خلق شيء جديد او ابداع شيء جديد هالشيء هذا بيحتاج لتضافر كثير جهود مهندس انشائي مهندس صوت مهندس صحيه شو الصوت اللي هذا تعبان انشاء اداره تكييف بيئه الى اخره كله فهو مثل ما يسرع محرك كل هدول مع بعض هو المعمار فهي عملية التعاون إدارة عملية التعاون هي هو المنتج المعماري أو حتى يطلع منتج معماري أنت بحاجة تعمل إدارة هالاختصاصات فهون في تعاون فهو الصلب الأوبن سورس التعاون والتشارك فيه أصلا فلا تتم عملية البناء المعماري إلا بوجود شيء من التعاون لا تتخيل ممكن أو تم أو طلع هيك منتج إلا عن طريق كثير اشخاص وكثير ناس تعاملت مع بعض بغض النظر مهندسين حتى من حرفيين ممكن يكون في وسط مهندس معماري اللي هو مصمم حط الفكره اشتغل بالفكره طور عليه في اشخاص بعد منه اشتغلوا او معه اشتغلوا في المراحل اللاحقه اللي هن مهندس انشائي ودائما تخانقوا معه مهندس انشائي شو الفرق مهندس مدني يعني مهندس انشائي على السريع لو شو الفرق بينه وبين مهندس عمارة حدا يعني بيعرف الفايدة او يفكر حدا يعني مشكلة هي مشكلة نحن يعني لحد هلا بمجتمعنا انه هذا مهندس ما في مهندس معماري مدني شو الفرق بيناتهم؟ ببساطة على السريع بس الفرق بين الصوت والموقع المهندس المعماري هو وضع الفكرة وضع التصميم
من بلش من ولا شيء، بلش من معطيات من تحاليل حتى وصلت لشيء فكره ببالي. فالمعماري بيتعامل مع الورقيات سابقا ولا مع الكمبيوتر صحيح، بيتعامل مع الرسوميات يعني من وين طالعه من الفكره. هي المهندس المدني، المهندس المدني اللي هو الانشائي بيتعامل تحويل الفكره الى بنيه انشائيه. انا قديش بحاجه حديد بالمكان الفلاني، انا قديش بحاجه شو بنيه انشائيه ممكن استخدمها المكان الفلاني، هون في تحميل زايد وهون في تحميل ناقص. هذا المهندس المدني. المهندس المدني بيتعامل مع العلم والرياضيات اكثر من المهندس المعماري اللي راح يتعامل. كان تعطيه بسيطه على السريع. هذا صاحبنا هذا موزع عمل. هذول جوائز هيك حلوه. نزلت على الخمسات طبعا. هي حرفيين كمان ما ننسى كمان انه في اختصاص حكينا انه منتج معماري هو عمليه تعاون بين عدد اختصاصات من هذا من الحرفيين. يعني شخص هلا هذا منتج معماري ورق ماشي، فهذا منتج معماري خرج من بين يدين معماري. فعمليه انه تحول لشيء فهذا بحاجه لحرفي. فكمان حرفيين هنا شارك يعني تعاون. هذا في اوبن سورس عندنا بالانترنت يعني وجوجل وكذا اشتغل احنا بزمان بوبن سورس بس ما حصل على حالي. في شيء من التعاون هلا ما بحكي انه التعاون هو الاوبن سورس، لا بحكي انه يعني اهم مبادئ الاوبن سورس التعاون والتشاركيه. فهي بالاصل موجوده بس بحاجه ترسيخ وبحاجه وعي فيها، بحاجه انه انا ممكن اشتغل فيه انه استفاد من شيء بين ايدي بترسيخ. منتج مثل هذا المنتج بواحد البيوت العربيه هي مثل بالحلقه بتكون هيك اشتغل فيها انا، يعني هي جديده تسويها مو قديمه. فهي اشتغل فيها انا بعرفهم حوالي 30 شخص، كل شخص باختصاص شكله، شيء اشتغل بالتحفيز، شيء حط هون ثاني، شيء اشتغل هون، شيء لف هي، شيء سوى هي، شيء سوى هي. هيك منتج هو تحصيل التعاون 30 شخص. طيب حكينا عن اولا ليش العماره فيها شيء من الاوبن سورس او التعاون او التشاركي. حكينا اول شيء انه المعماري هو مصر وقائد بالعمليه المعماريه كلها. حكينا انه بعد منها انه عمليه التعاون بين الاختصاصات وتشكيل البنيه المطلوبه. هلا بنحكي ثالث شغله انه شو هي الماده الخام للعماره. انا حتى اشتغل مهندس كهرباء شو الماده الخام تبعي؟ سلاك وشرايط وكذا وكذا وكذا. الماده الخام تبع المعماري بيجي واحد بيقول لك بلوك وكذا وكذا وكذا. هي فكرة. فالمادة الخام تبع الأعمال هي الفكرة. الفكرة معناتها التشارك فيها أسهل من التشارك فيها. أنت عندك قدرة تشارك فكرة أكثر من ما يكون عندك قدرة تشارك بلوكة، أو يكون عندك قدرة تشارك أي منتج مادي محسوس بين الأخوة. هي النقطة. طيب حكينا إنه المشاركة أسهل، بما إنه كل شخص فينا بيقدر يخلق عالم حوله. هي هذا العالم فكره غير محسوسه مثل ما حكينا من شوي، فمشاركتها مع الناس نقلة لفلان لفلان اسهل من انه اول شيء محسوس. موضوع ثاني كمان ليش الفكره مشاركه اسهل؟ لانه الفكره ممكن قبل ما تتحول لعمل انا ما اكون عندي وعي بقيمه الفكره. دائما ناس قاعدين مع بعض عم يحكي شخص للثاني فكره بس ما عرفان انه هي اسمها فكره، انه هيك حكيت شغله لسه ما تحولت لاطار عمل ولا عندي وعي انه تتحول لعمل. الاثنين عم يكونوا ناس بعضهم واحد حكى شغله اخر، اي والله ممكن تكون فكره مشروع ورد كذا الى اخره، ممكن تكون فكره مشروع. فممكن انه قبل ما تحول الفكره الى عمل ممكن انه يفرض صاحبها فيها بسهوله، وهالشيء كمان شيء طبيعي شيء انساني. موضوع الراي يا طيب هذه شغله ثالثه. شو من هذا الراي؟ ليش الفكره مشاركتها اسهل؟ لانه هي باصل عماره مبنيه على اراء. انت شايف هالشيء حلو وغيرك ما شافه، انت شايف هالشيء جيد وغيرك مو شايفه. فعمليه ان هي اختيار الاراء الافضل، انت بحاجه حتى تصير مشروع ما انا قادر انه يعني عندك ثقه زايده بنفسك انه هذا مشروع جيد خالص. لا بدك تاخذ راي فلان وفلان، فانت شو رايك وانت شو رايك، كل شخص عنده راي مختلف عن الثاني. فبالتالي كمان عماره فيها شيء من التعاون. طيب حكينا عن مراغوري ماسترو، حكينا عن التعاون، حكينا عن الفكره كمان، حكينا عن المنتج. هلا بنحكي عن المنتج الجديد. شو منتج الجمال؟ هلا كمان نرجع لمهندس الكهرباء، مهندس الكهرباء عمل دار، فهي دار تستخدم بمكان معين، فهي حكر على هذا المكان. اي اختصاص عمل اي منتج فهو حكر على هذا المكان من دور وزاري، لكن بالغالب هو دائما معماري المنتج تبعه هو منتج عام. هذا المبدا ما فيني فكره، هو بيجي له هذا هو عم يصير ما فيني فكره، بس فيني امر جنبه.
فيني اتفرج عليه، فيني اشوف من برا اشوف شو شكله وشو يعني يخلي عندي شعور معين، يخلي عندي اثر معين اتفرج عليه الى اخره. فبالتالي المنتج المعماري ما هو منتج محصول على مستخدمي المبنى، على كل الناس، هو منتج عام. عشان هيك كمان انه فيها شيء من التعاون، فيها شيء من المصادر المفتوحه لعامة، منتجاتها هي مفتوحه لعامة الناس. So if you're an architect, engineer, or contractor, or somewhere in between for that matter, you're no doubt accustomed to the endless barrage of questions you come across. شيء موجود معنا كلياتنا وكلياتنا كلنا، بس يجوز ان يكون على الكمبيوتر وموصول على الشبكه. فانت قادر تعرف حلول، تعرف انه مواد معينه هي مواد ناقلتها للحراره عاليه كذا، يعني ما تقدر تتوفر مع حلول الافضل، المعاينه الافضل. تقدر كمان انه قبلك جربها، يعني ما بدك تجربها موجوده، ما بدك تضل تختار على جنب. مثل ما حكينا عن الاراء، كل شخص عنده راي، ممكن يستفاد من اكبر عدد ممكن من الاراء عن طريق شبكه. كل ما توسعت الشبكه انت عم تحصل اراء اكثر. الشبكه على مستوى العالم ناقله العالم كله، فانت قدرنا نتحصل على الاف ولا بنشوف 5 7 شهور. فعلا بحكي ممكن تستفاد من عدد اختصاصات، ممكن تستفاد من اراء غير معماريه. تسعة وتسعين كتير الوضع كان مختلف، ما بعرف، ما بعرف كيف كان الوضع بس
بين 99 وبين 2012 صار في كثير امور اثر، حتى بال 99 ما بعرف اذا كان الانترنت موفر لعامة الشعب، يعني مين ما كان بيقول بالمصادر، حتى بامريكا ما بعرف شلون كان بيقول في تسهيلات اكثر بكثير. فالعمل هذا اللي بيقولوا فيه سبع سنين هن بيحطوا قفزات كثير عالية، نحن بنقدر كمان نسوي اعلى منتجات اللي هن هلا او الوسائل اسهل. طيب حنبلش نشرح على السريع واحد من المشاريع. جنوب افريقيا او اول شيء عام 2010 جنوب افريقيا 2010 جنوب افريقيا شو معناتها؟ كاس العالم. بهي الفتره هي كان في كميه تبرعات جيده. هلا هي الشبكه هي تعمل على جمع متبرعين، مع جمع اصحاب المناطق العقارات اراضي وغيرها، مع جمع المصممين، مع جمع المنفذين، مع الاستفاده من الامور البيئيه. شو يعني استفاده من البيئيه؟ يعني انا بدي اعمل بالمكان، طب اعمل بهذا المكان وفضل ما مواد موجوده بالمكان هذا، ما بطلع بجيب من برا، ما بحاول ضرب البيئه الى اخره. هي من معايير مشكور عليها المؤسسات. من احد المشاريع اشتغلوها بال 2012، يعني هذا من اجدر المشاريع، من بلديه بمنطقه معينه، منطقه نائيه جدا بجنوب افريقيا، تبرعت فيها هي وقت، انا بدي اسوي عليها شيء. زائد انه كان في منظمه الصليب الاحمر بالاضافه لمنظمات ثانيه كان عندهم مشروع اللي هو المشروع انه نحن بدنا نعمل 20 مركز، مركز صحي ثقافي، نفسه المركز هو صحي ثقافي. فالحدث الابرز كان هو كاس العالم، فبدهم يحاولوا يجتذبوا الناس كانوا فكره الطلاق اخذوها مرتين. اول شيء عملوه اسمه لايف بوي اللي هو هون مفروض شايفين هون احنا في دار شايفين في ولاد عم يعملوا طابع وكذا. فاول شيء الشبكه الكاميرا، الشبكه بشكل عام هو منتج الكاميرا، عملت على فرز مجموعه من المراقبين، روحوا شوفونا هذول كيف عم يلعبوا، راقبوا كيف الولاد عم يلعبوا طابع، وين الاماكن عم يلعبوا فيها، شو شروط المكان اللي عم يلعبوا فيه، يا ترى المكان اللي عم يلعبوا فيه معلوج ولا مسطح تمام مظبطينه ومظبطينه، كيف عم يسال قديش البعد بين المرمى والمرمى، في شيء نظامي، لا بشوف الولاد كيف عم يلعبوا المكان، بدنا نعمل شيء قريب من هون، حاولوا يستفادوا من استقامته على الشعب المحلي الموجود هون. تمام؟ بعدين الفكره الثانيه وضع المشروع على الشبكه، بدنا متطوعين، بدنا تصاميم، بلشت تطلع متطوعين من اهل المنطقه وغيرها، بالنهاية هن اللي بيفيدوا منطقتهم، فهدول الناس ساكنين بمحيط طبعا المنطقة مصممين هنا بلشوا يحطوا افكار وبلشوا هذا يبعثوها للشبكة، شبكة تختار الافضل منا تنسقوا بينات بعضهم، تظبط متبرعين تجمعهم مع اصحاب الافكار حتى يطلع شباب. بعدين بلشت تظهر عملية الدراسة بشكل منطقي اكثر، بشكل مدروس اكثر، بشكل موجود ملموس اكثر. صار انه هلا هي الارض تبعي انا فرضا على السريع ما رح نفوت بالتفاصيل، بس انه انا عندي الملعب بالاصل موجود هون اللي بيلعبوا فيه الاولاد، فانا بدي احاول اخليه محل ما قيمه لانه هن بالاصل الاولاد مسطحينه ومظبطينه خلص حركه المركبات السيارات وكذا هي بالمحيط، بالتالي رسموا تقاطع الحركات هذول رسموا شكل الارض اللي بدهم اياها، فهذا سور الارض كان تامل معه. بعدين انا شو المنطقه اللي عندي عاليه مشان اعمل عليها مبنى ممكن راقب في الاماكن اوطى، اكتشف انه المكان هذا اعلى من غيره، احترام البيئه انه في شجرتين عندي كبار، هون في شجره هون في شجره، اصح كانت بده يكون عليهم خلوهم مبنى ما قطعوا، حط حاول المبنى يكون بعيد عن الشجر مشان ما يسببوا قطع الشجر كذا، وساووا حديقه الى اخره. صار في دراسه مدروسه في افكار كل شخص، هلا نحن حكينا هلا تضرب افكار خمسه كمان انه ممكن الشخص مو شخص واحد طالع الافكار، ممكن كل شخص كان متبرع بفكره، كل شخص عمل فكره، فكان في حاضنه جمعت كل الافكار هي بمكان واحد، فالحاضنه نحن كلنا بدنا نوصل لها اللي هي شركه الانترنت. وفق الحكي الصوره اللي بدها تاثر تشكل معه تصميم المبنى، هي تصميم المبنى انه عندك مدخل عندك كذا، ما رح يفوت بالتفاصيل العمليه، مكاتب كذا كذا الى اخره، تاسست واجهات، تم دراسه الواجهات من قبل سكان المنطقه، ما صار استيراد لثقافه خارجيه مثل ما عم يصير هلا بمنطقه معينه، الصوره شفناها قبل شوي المبنى صار هيك عم يرقص رقص كذا وكان هون بدبي. هيك كان استيراد لثقافه خارجيه، هون عم ثقافه الشعب المحلي ابدا. يا ترى انه هذاك المبنى بعد 100 سنه وقت يجوا يشوفوه حيقولوا انه حلو كلمه فراعنه مربوطه بالاهرامات.
كلمة فرنسية مربوطة بالبرج، كلمة كذا، بس يا ترى أهل الإمارات مربوطة بهذا الشكل اللي حنشوفه بعدين سنة، بيرتبطوا بهيك شيء، لا، هي ثقافة هجينة، مو نابعة من شيء النسيج عم يعمل هون لا، هلا نحن ما بنقول إنه بدنا الأردنية مسطحة وما بدنا هذيك الأردنية، لا، بس المهم الفكرة تكون شيء نابع من ثقافة أهل المنطقة. هن صمموا فهذا التصميم كان نابع من حكومة فرنسا. هذول هن فريق العمل اللي باشر او نزلوا جزء منه طبعا اجى من برا وجزء موجود من هالمنطقه وظيفتهم كانوا معينه الحكي كله كان موجود على اوراق معينته على الواقع كيف ممكن تنفيذهم كيف تصميمه انا بجيب بلوك مدي من البلوك مدي جيب ما في طرق السيارات توصل لهم جابوا بالدوزرات حفروا طرقات الى اخره فالاطلس الكبير اللي سموها فريق الاداره من العلم هلا هي الشبكه اركتكشر فور يونيتي اركتكشر عماره ماشي جزء كبير من الوافين هم مو معماريين وجزء كبير من هدول 50,000 قلت لكم عملاء بيشتغلوا معه مو بضم المعماري فهي المنتج المعماري هو بضم ناس بالسايكولوجي بضم ناس بالعماره بضم ناس بالتخطيط بضم ناس بالاداره هن جمعنا فهون نفس الشيء طلعت عندهم مشكله موضوع اني انا بدي اجيب ماده البناء من خارج القريه يعني يضطر لفتح طرقات جديده يضطر لأمور كثير يضطر ممكن أخرج عن البيئة كشكل فاضطروا بفكرة اللي هي ببساطة كثير مطروقة مطروقة بالنسبة لنا نحن كسوريين بس هن برا معادي اللي هي ممكن أنا أعمر بلوك من المواد الموجودة عندي شو نوع التراب موجود بالأرض؟ حط له مي حط له تراب حط له مواد معينة دراسات مواد كيمياء معينة صارت هي البلوك فيها فعمر المبنى من هالنوع هذا جزء من الاستدامة. بالنهاية شفنا أول شيء الصورة، هاي صورة 3D، كيف تعبر المبنى هون، كيف حافظوا هذا نفسه اللي كشفناه أول شيء كانوا الأولاد بيلعبوا فيه، حافظوا له عليه نفسه، حافظوا على مكان مثلا الشجرات. هاي شجرة مرة هنا وين حد يوصل؟ مشروع إلى الآن هو قليل دليل التنفيذ. مشروع هلا قبل ما نطلع مشروع بعد خلص هذا المشروع. هاي الصورة كل واحد بس يطلع لك إنه شو وقت يشوف الصورة شو بيتذكر شو بيختار. ليش ما تيأس؟ لا تكون بضاحية يعني مو كل الناس ماشية بالاتجاه تكون مثلها انه المناطقات والمكانات انه انت نسيج وحده اشتغل انه مو ضروري اذا كل الناس اللي حواليك ماشية بتعليم تقليدي كل الناس ماشية حواليك باحسن وبتحسن اساوي وبتسي كل الناس اشتغلوا باطار صح تشتغلوا صح اشتغلوا غلط تشتغلوا غلط كل الناس طريقة تعليمها كان انت اول سنة بالجامعة اول سنة ثالثة لا احنا ما عندنا هدول الشغلات راسلينات بالبيولوجي مثلا المشروع اللي بعده هو مشروع بكينيا تمام هذا المشروع اللي هو كان قريه كانت هاي القريه هاي ما فيها مدرسه ثانويه كانت بيضطروا الطلاب يوصلوا لمرحله ثانويه يروحوا لقرى بعيده قرى نائيه جدا اركتكشر فور هيومانيتي اول شغله كانت بالنسبه لها بكل المشاريع اللي هي ايجاد بحث عن مشاكل حول العالم بعدين ايجاد حلول لها هي فكره الشبكه ايجاد حلول لاي مشكله فكان هي في مشكله انه انا عندي مدرسه ثانويه قريه ما في مدرسه ثانويه فبدي اطلع قرى اخرى راح اوصل مدرسه ثانويه فالحل الطبيعي انه نحن صار مدرسه ثانويه طب انا بدي يد عامله بدنا نجيب للقريه هي العامله بدنا نعمر لهم فنادق بدنا نفتح لهم طرقات ليوصلوا مشكله طب ليش ما انا استفاد من الشباب اللي بدهم يفوتوا على هي المدرسه يسجلوا فيها او يدرسوا فيها لاعمر مدرسه الكادر الاساسي يكونوا من هدول الطلاب نفسهم وفعلا هن الطلاب نفسهم كانوا اللي اشتغلوا بالمدرسه كان المنتج المدرسه هو حصيله تعب تعب 50,000 معماري 50,000 مختص ورا ظهره عن طريق هي الشبكه مستحيل نوصل لنتائج هي بدون عن طريق الاوبن سورس بدون الشبكات بدون التعب كان هاي زياره كاميرون كان نزل راح زياره بكينيا ليشوف متابع خطوات العمل فكان عمل
هي في مجالات ورقية واشتغلوا ووصلوا لمرحلة قديمة بالعمل، هي بعد ما درسنا حقوق بالآخر. بس أنا لهلا ما عم بفهم ليش لابسين نفس المدرسة اللي عم بشتغل؟ طبعا أنا لسه ما صار في المدرسة. بس كل الصور عن جد كأنه في توجيه كان إنه يلبسوا نفس المدرسة مشان يتفرقوا عن العمال العاديين أو شيء. في هيك شيء. كأنه في شيء فخار أو شيء ما بعرف، بس عن جد كل الصور كانوا لابسين نفس المدرسة اللي عم بشتغل. هلا بشوفوا صور بداية عمل طلبوا بلشوا يطلعوا الطابة الأول. كمان نفس المشروع اللي المواد اللي جاي اللي حكي نفسه. المواد بناء كانت مواد بناء موجودة من أرض المنطقة نفسها. أهل المنطقة عندهم يعني نفسهم شاركوا بعملية التصميم، شاركوا بالاختيار، شاركوا بالتنفيذ. إيجاد حلول للمشاكل اللي ظهرت بعدين هلا بنشوف شو. هي المدرسة هي الطابة الأول بناء طلع، هي ملاحظين عبارة عن حجر. هونيك كانت المشروع اللي عنده جو افريقيا بنية الأرض تراب ودوران وكذا. هون حجر حسب المنطقة. طيب هي هذا التكلف، هي الاستدامة. طيب هلا على السريع بنشرح المشروع انه هو هذا مثلا في طابعين ثمان صفوف وفي عدة مباني، مبنى في مخبر كيميائي، مبنى في هذا الآخر. هي فريق العمل اللي اشتغلوا بالمدرسة. هي بعد الإنجاز صورة تذكرية خالص لعمل هي المباني. يعني وقت تشوف هيك صور شيء غير انه يبعث لما يبعث كمان انه هذا يشتغل يعني مش ناقص انه حتى يكون مثل هيك في قيود اجتماعية وفي كذا كذا مشاكل هذا. لا هلا الطريق انفتح من طريق هي شو بدها. يعني إذا أنا ما لي أقدر أكون واحد من هدول ممكن أكون واحد من 50,000 وجهد 50,000 مو أقل. هذيك الناس اشتغلوا كل واحد منهم عطى تصميم، كل واحد منهم عطى فكرة، كل واحد منهم عطى رأي، كل واحد منهم أنت وتعطي رأي ممكن لا التصميم من حيز عدم التنفيذ للتنفيذ، عدم القرار إلى قرار، إلى آخره. عن طريق هيك شبكات، واحد احنا ممكن لا أنا بدي أقول عن مرة فأعرف إنه في هيك شيء، أقل شيء. الخطوة اللي بعد إنه أعرف شو الشبكات الموجودة عن طريق بالعالم وشو الناس بيشتغلوا بهالنماذج هيك، استفاد من طريقة عمله لأسس شيء، خاصة إحنا هلا بالوقت كثير بحاجة لشيء هذا، يعني كل شخص فينا عليه مسؤولية، وسيسأل يسأل عن المسؤولية. شو ما كان اختصاصه حيفوت عليه مو بس اذا كان حيفوت على عمارة او غير عمارة. نحن بوقت بحاجة هيك عمارة تعاونية، بحاجة اوبن سورس. نحن بهذا العام نحن بحاجته باكثر من اي عام مضى ويمكن اكثر من اي عام جاي. فالموضوع فعلا الموضوع مسؤول. بس شو اسمه شخص شو قال؟ قال انه هي المدرسة هي ايجادها بهالطريقة هي كان له اثر بالغ انه رفع الوعي بالكيمياء كلها. مين عم يحكي؟ رئيس وزراء الكيمياء. يعني كان فعلا كان له اثر بالغ للمدرسة برفع الوعي بالكيمياء كلها. هذا المبنى حصل على جائزة معمارية من كندا من سنة معينة اللي هي ب 2011 افضل مبنى متوافق مع البيئة مع كذا كذا كان هذا المبنى. يعني هو جهد طلاب وجهد شباب أصغر منه. طيب هاي الصورة شو على السريع؟ شو؟ شو فيها شي مميز اسمه؟ أنا بتجمع كل شيء. هلا هذا الشباك ما بعرف يمكن كل واحد فينا عنده شباك بيته. هو شاشة لابتوب طبعا كل العالم بين ايديك بصير انت قادر تساوي نفس نفس الضيق. هذا هيك باستراليا وفرنسا وبامريكا كل معالم العالم موجوده ورا شباك كله ورا شاشة لابتوب. هالشيء كمان نحكي عن الكوارث والأزمات وعلاقتها مع الشبكات. هي قبل شوي حكينا إنه هي ضرورة ومسؤولية لإعادة أعمار الشيء المتضرر. نحكي لأي سبب يمكن أنا نحكي بس عن غزة. الأسبوع كله شوي غزة على سواء هلا بغض النظر غزة أو غير غزة هلا في عوامل معينة ممكن تسبب دمار بالمنطقة سواء عاملة طبيعية أو عاملة بشرية أو شغلة. فأنت مسؤول عن توثيق هالشيء قبل ما يكون معه.
بتعرف تعيد انت مسؤول كمان عن مو انت كمعمار، انت كأي مختص او غير مختص، انت كانسان، انت كانسان وظيفتك تقدر ترجع الشيء للمجتمع، مو وظيفتك تعيش ببيتك وخالص انا علي السلام وخير والحمد لله وهذا، لا بدك تكون فعال قدر المستطاع وفعاليتك تكون متعدية لغيرك والى اخره. هلا انا بدي احاول انه اعرف لما يدمر شيء وثقه، المرحلة الثانية احاول ارجع اكون مساهم ولو بشيء صغير ولو بسهم صغير في اعادة اعمار شيء للدولة. بغزة حصل دمار كثير بالعامل البشري مو عامل الدنيا. كان الحل تبعه يعني هنا ببساطة كان في مساعدات ارسلت من العالم كذا بعد حد غزة لاعادة اعمار بس تاخرت كثير. في بدنا نعمل نساوي في ناس فعالين وفي هذا بغض النظر عن اي توجه. شو عملوا هذول الجماعة ببساطة؟ صاروا يجيبوا تراب مي بكبسوه بمكابس معتبر تطلع لوطات، عمروها صار ضروري. بعد ما عمروا فترة قصيرة نزلت مطار انحلت المادة نزلت البيوت على اصحابها. طب بدنا خلص احنا قعدنا ببيوتنا وعملنا السلام وكذا. لا لا وحل ثاني. صاروا يجمعوا المواد هاي هي المواد صاروا يجمعوها بأكياس، يعملوا بهي الأكياس. صار بيت الوحدة بكلف حوالي 200 دولار. البيت من هون بكلف 200 دولار تقريبا كله مع كامل. عم يحطوا اطار حديد ومن هون مشان يعملوا انه هون الشباك بعدين بيفكوه بعدين بس يتركبوا دول على بعضهم وكذا. فصار بيوت من بيئة الارض من ثقافته من شيء ما نحن من الشارع ما نحن ضعاف ما نحن نكون عم نستنى عالي على غيرنا كذا، لا نحن قادرين نسوي شيء. مو مطلوب انه نحن هلا نسوي هيك شيء، ما وصلنا للمرحله، بس مطلوب انه نساهم في اي هاي كيف عم يستعملوا فتحة سماوية، مو بس سماوية كذا، لا في شغلات جمالية وفي شغلات بيئية، مفتوح من فوق مفوت هوا من هون وطلع هوا من هون، يعني جماعة اشتغلوا شو رح يفتحوا هون هي الأبيض فوق المبنى. هاي من فوق. موضوع عادة أعمار خلص. موضوع اللاجئين. موضوع اللاجئين هو موضوع كثير كبير وحساس. وفي إشكالية إنه غالبا صورة اللاجئ مربوطة بهي الصورة. هو شخص بغض النظر عن اللون والتوجه كذا، بس هو شخص أسود، تعيس، تعبان، فقير كذا. لا ممكن المشكلة تصير مكان ما المكان هو الأصل فيه فقط. ممكن ناس مثلنا أي أشخاص يعني أي واحد فينا ممكن يكون معرض يكون بالمكان. بالتالي هون تجي حساسية. التعامل مع هدول الناس، طريقة تقديم المعونات لهدول الناس، إيجاد المخيمات إلى مواصفات معينة، إلى آخره. طب هلا واحدة من المبادرات، أحد المخيمات اللي فيها لاجئين، شخص من الأشخاص هو شخص حاول يتواصل مع الأمم المتحدة، طلب إنه هذا حكي جديد هلا، فهذا المخيم فيه أعداد كبيرة من اللاجئين. طلب انه هدول اللاجئين وضعهم جدا صعب، فبدنا تحسين بدنا كذا بدنا كذا الى اخره. فبعد اجتماعات طويله وكذا كذا قررت الامم المتحده عن طريق قدم دول ارسال مساعدات للسكان هذا المخيم. بعثوا لهم مثلا مصاري اكل مساعدات طبيه، عملوا لهم ثلاث مشافي الى اخره، بس هذا ما كان كافي. فكره تبع هذا الشاب كانت ببساطه انه هو شاب مهندس معماري سوري اعتقد اسمه احمد سكان. المهم الفكرة تبع الشرق كانت ببساطة انه هدول اللاجئين ليش ما استفاد منهم؟ في عدة مناجم خاصة بالمخيمات الزعتر وغيرها استفاد من هدول الناس الموجودين بالمخيمات عن طريق انه هن نفسهم فيهم الناس بيعرفوا يعملوا. طب انت بارضك ببلدك بتقدر تعمر بتعرف تعمل كذا، نعمر بيوت بدل هالخيم هي، نحاول استفاد من السكان، نحاول انتاج شيء محلي. مثل احد مدارس اللاجئين موجودة عنا بالدار، جمعوا الناس موجود فيها، انت شو بتعرف تشتغل، انت شو بتعرف تشتغل كذا كذا، شغلوا شيء بالخياطة، شغلوا شيء بهذا، صار في منتجات تصوروها من السوق خيري باع تمام. الفكرة انه الإدارة مو فكرة العمارة هون ما عاد مربوطة بالبناء، ما عاد مربوطة بنحط بلوكي فوق بلوكي، هون مربوطة بالإدارة، التعامل مع النفس البشرية، كيف ممكن ما تتحسس النفس من أي عمل أنت عم تقدمها حتى توصل لمرحلة جديدة.
هي كمان صورة اللي شفتها امبارح انه كمان شيء يرى في الامر انه بالبوسنة هي الصورة بال 96 بتضافر جهود الناس الثانية هنا هي بال 2004 فأي منطقة بأي مكان بالعالم قد ما كان نسبة الدمار فيها عالية بتكون في وعي وفي إرادة من الشباب تاع الموجود لإسكان المجتمع هذا ممكن يتحول من هيك لهيك بشيء أفضل فمشان هيك عم حكي قبل شوي إنه في مسؤولية كبيرة عليها كلياتنا شو ما كان اختصاصنا شو ما كان توجهنا شو ما كان لوننا شو ما كان ديننا شو ما كان في مسؤولية على كل شخص فينا حتى نطلع بال نرقى بمستوى شيء معين ونحن كمان الشيء القادم الصورة الجاية تبع بلدنا اللي هي تكون منظمة بتكون أفضل بتكون شيء ليش الوسائل بين ايدينا هلا كثير متاحه مشان هيك الاوبن سورس هي شيء كثير سهل بين ايدينا يستفيدنا من التجارب الخارجيه وتجارب بلدان ثانيه مثل البلد هي ننطبق هون نختار الشيء الافضل الراي الافضل التعامل مع بالطريقه الافضل وصولا للمنتج الافضل وصلنا لنختم بالأخير بالأدوات حكينا أنه في أدوات جديدة متوفرة بين إيدينا هلأ ما كانت متوفرة بين إيدين المعمارية بالعشر سنة بقل بالعشرين سنة ما هيك عمين سنة عم نحكي معنا الأدوات متوفرة بين إيدينا نحن على السريع عن ثلاث أدوات رئيسية أو ثلاث أنواع رئيسية من الأدوات اللي هم أول شيء الشبكات والآلات والمعدات الموجودة هلأ ما كانت موجودة بالعشر سنة شغله ثانيه اللي هي السوفت وير البنيه تبع برامج الكمبيوتر الموجوده بين ايدينا حكيت الان سامي ممكن نحكي على السريع اللي عم نحكي شغله ثالثه عن العقار المفتوح المصدر حكوا عليه بالاخر المحاضره الماضيه ما رح نوصل كثير فيه لاني انا حكينا عن الالات والشبكات هلا هي شو هي هي مكنه قص ببساطه انا بصور الصوره هي مكنه قص عاديه موجوده بشو اسمه منطقه بجوبر او شيء ماشي هي بس انه هي موصوله بشبكه معنا فممكن يكون مدير او مسؤول عنها بطابق وهي بطابق وفي شبكه تمام بس لفت نظري وقت رحت شفتها بالمعمل انه مكتب المدير هنا قالوا لي بعدها وين المكنه بجوبر كيف عم يديرها وكيف عم يشتغل فيها وكيف طب مختطه طبعا القص هي عم تقصها هي عم تقص ليزر شلون عم يشتغل فيها؟ شلون هيك عم يشتغل؟ شيء بسيط يعني مو شيء استغراب بس شيء دور الاستغراب انه شكل العمال عم يشتغلوا فيها انه ما بيعرفوا الشغله حتى المدير نفسه ما عنده فكره شو عم يكون سوسو على الشبكات خلص بيعرف اجوا حظ بطلوا يعملوا كذا هالشيء نفسه بتقدر تساويه الا بين اي منطقتين بالعالم بين اي نقطتين بالعالم بتقدر تساويه هالشيء ما يعني لا يدعو للتفاجئ من وجود موبايل ما حدا تفاجئ يعني عادي شو عم هي المكنه مكنه تقص عم تقص شيء فانه الفكره انه هو الشخص موجود بمكان على قسم مكان ثاني فالفكره انه الالات صار فيني اربطها بشبكات، شبكات ممكن تكون متوزعه درجه مبنى، مبنيين، مكان، بلد، ممكن نكون احنا مثلا عندنا شبكه معماريه لاعاده بناء بسوريا، اعاده بناء سوريا، ممكن يكون مركز تحكم او اداره او شيء معين موجود بالشام عم يصير شيء ثاني بمدينه ثانيه لتوحيد الجهود لكذا لكذا لعدة أسباب ممكن يكون شيء مثل شيء هذا طيب نحكي عن الشغلة الثانية على السريع اللي هي حكينا عنه بسوفت وير وتصاصي هلا المنتج المعماري حكينا هو منتج مراقب المنتج المعماري هو منتج مراقب تمام المنتج المراقب ثابت وإلى الآن طب شلون إلى الآن هلا انا بسمع من زمان كانوا الدكاتره والاساتذه تبعنا بالكليه يقولوا لنا انه احنا كنا كل مشروع بنقدمه معلومه قاسي حكت في ما في شيء صراحه حكت قاسي انه في بتفوت يا ريت يدخل على في مشاريع بتقدم كل سنه اربع مشاريع تصميم فكانوا من زمان يحكوا لنا انه المشروع الواحد بياخذ وقت مثلا معنا شغل شهر احنا هلا كمان بس شهر احنا بالتفكير وبالفكره
تصدق وكذا على الدكتور وعجبني وتخليص ما تخليص هذا صار بس من أول لا شغل لا عمل يعني ورق بحط الكرتون هيك قدامه بقعد يمسك حط النظارات هيك بيجي اسمه ظهره الثانية ولو مرسم ده ويطلع لفوق ما تزبط انه يحلو الناس لو ينزل عليه فماسك انا ومحمد اشتري دقة وطلع تحب زيادة لفوق لتحت ما بعرف شو كذا في عتعتة هلا ما عاد في شيء هلا نحن ببساطة بنشتغل 10 مليتر تروح على المكتبة تطبع لي اياها على الكرتونة تروح تصور منتج ورقي بس قبله صرفته مرحلة جديدة صار في منتج عم تشتغل انت في سوفت وير على الكمبيوتر عم تشتغل عليه على هذا بيعطيك منتج ما كنت من اول قدران تسوي انا من اول ما كنت قدران اعرف المبنى تبعي في برامج تحليل انه قديش انبعاثات الكربون قديش دراسات حرارية المبنى طب شو علاقة هالشيء بالاوبن سورس؟ علاقة هالشيء بالاوبن سورس انه على السريع هو كم يسار في سيرفرات بالعالم في عليها داتا بيس متوفرة داتا بيس بيئية لكل منطقة من العالم شو يعني؟ انا عندي مبنى بدي مشى هذا المبنى بدي اعرف قديش انبعاثات الكربون منه بدي اعمل دراسات حرارية وبيئية وحرارية وكذا انا حتى اقدر اسوي هالشيء هذا في اختصاصي وفي يكون عارف قديش درجة الرطوبة بكل ساعة من ساعات النهار قوة الشمس بكل ساعة من ساعات النهار وفي قياسات معينة ولا بنزل معلومات بيئية خير ما بدي اعرفها طيب هدول كلهم منين بدي اجيبهم؟ ما في عندهم كمية هائلة من الداتا هي كلها موجودة على سيرفرات بالعالم اسمها يو اس ديبارتمنت بامريكا ممكن مشروع داتا بيز المطلوبة المشروع تحصل عليها من سيرفرات هاي تقدر تسوي دراسات بيئية عن طريق الشبكة يعني شيء ما كنا نقدر نوصله طبعا هي داتا مفتوحة هلا بحكي حكينا على السريع في سوفت وير بتحبوا نحكي على السريع عن تاريخ دول السوفت ويرات اللي طلعوا لانه هو شيء بالنسبه لطلاب عمارة جذاب يعني بفوت على عمارة بيهمه كثير الموضوع هذا يعني شو من البرامج على السريع في هلا كمان برامج تطوروا النظريه هذا تبع اول شيء كان في برامج الكاد يعني هن برامج خطوط ماسك قلم عم ترسم شيء هذول برامج الكاد برامج الكاد تطورت شوي حتى صاروا 3D أوتوكاد خطوط 3D شو هذا 3D؟ ثلاثية الأبعاد أنت عم تشوف هيك بس عم تشوف 3D صار بعد طالع إكس واي زد صار تطورت أكثر حتى صار في برامج فيها ماتس شو يعني ماتس كتلة ترسم كتلة فصار في شيء اسمه سكتش أب صار في شيء اسمه 3D ماكس صار في شيء اسمه سينما 4D ما إلى آخره يعني هدول برامج بهالمرحلة هيك بيساوي الأفلام اللي شايف فيلم أفاتار على الماي على سينما وشايف بسكتو مني او هدول صفر موتور كذا بس انا عمان اللي هدول البرامج هن بيشتغلوا 3D بتحليل قصص انيميشن وسيموليشن في بلندر البرامج شو؟ في بلندر شو يعني البرامج؟ يعني مثل ما بيعمل لك ثلاثة بعض بالصورة مفتوحة نحن ما بنحكي تمام صح بس ما عم نحكي هدول البرامج الموضوع مفتوح مصدر ولا هدول البرامج كلها بالنسبة لسوريا مفتوحة مصدر يعني بس سي مو مفتوح لا بلندا حتى البشرية في عاملين على الأفلام عاملين إيش يكون عاملين فيلم بس كله بس اللي بيعملوا عاملين بكرة يكون عاملين فيلم هذا شيء بيعمل بس إيش فيه بنزل حفظ ما توصيف عامل الأعمال وبس البرنامج من البرامج حكى كمان أستاذ بلندا كمان برنامج كتير مشهور بس نحن كان لهون عندنا بلاد صار ثقافته مو واصلة صار عمره 3D ماتس نحن أكثر شيء أكثر انتشار من 3D ماتس ولا جديد السينما 4D أتمنى طيب المرحلة هاي تبع الماس حكي كاد 3D ماس المرحلة اللي بعدها شو هي؟ اللي هي البيو شو مرحلة البيو؟ هي البي اي ام يعني بيلدينج انفورميشن موديل اللي هي النمذجة اللي هي انه اجوا جماعة المعلومات اللي قالوا انه في شيء اسمه عالم افتراضي وصفر واحد 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 صفر وما بعرف شو فاجوا عمارة قالوا غاروا منه لا احنا اولى بهالشيء اولى انه نخلق عالم افتراضي خاص فينا استفادوا من الشغلات هي بالنمذجة هلا بنحكي شو من هالشيء هذا بعطيك بالصوت استفادوا من هالشيء هذا بالنمذجه هلا هاي الغرفه هاي بتقدر اسمعها بالسكتش او بالستريم ماكس او كذا كمان سكتت كنت قاعد بس ارسمها انا على الكمبيوتر بي اي ام برامج بي اي ام اللي هن ريفت باشي كاد مايكرو ستيشن شو في بدك اسمها مايكرو ستيشن باشي كاد هدول اشهر شيء يعني انا حطيت انا فيه هدول برامج وقت اقدر ارسم فيهم هاي الغرفه هنا لا بقدر اعرف اي معلومه بكون اي معلومه حتى لدرجه انه شخص تحدى شخص ثاني بتقدر تعرف قديش درجه الحراره بهي الغرفه باليوم الفلاني في 27 سبتمبر الساعه 12 23 دقيقه
ليش بكون غرفة حرارة أو درجة حرارة إذا كان فيها 20 مستخدم بالغرفة؟ في داتابيز كبيرة لدرجة إنه تقدر تحصل المعلومات، تقدر تطلب المعلومات. موضوع كثير معقد، البي آي إم هو مو معقد، موضوع كبير، لحاله اختصاص البي آي إم بالأسواق، تطور بشكل فجائي. ساعد البي آي إم إنه أنا شو صار فيني أسوي؟ صار فيني تشيل هلا دراسات كثير جديدة، إنه حتى آثار معينة موجودة ببريطانيا ما طلعت برا بريطانيا على فكرة، إنه ممكن أنا أرسمها بالبي آي إم وثقة عندي وانشرع عبر العالم، فأنا فيني زور المتحف أنا عندي ببيتي. تفتت فيه حدا فيك من العالم صار العاب على الكمبيوتر بشوف الى اخره لعبه شلون تتفتت تدبلو يمين يسار كذا بالمنطقه هذا نفس المبدا تمام البيت صار تسويه على اي مبنى بالعالم اي غرفه اي هذا حتى لدرجه انه احد الشركات بامريكا صارت انه هي حطت شرط على حالها يعني انا قبل ما اسلم اي مشروع بعد ما اقول سلم مصاري وواجهات ومناطق الحكي هذا فقط لا اسلم ملف الـ XP ابلكيشن نزع تفكر فيه لا بسبيس نوت انا بتحت هواي على درجات هذا الشيء صعب حتى يصير لا مو صعب انا عندي البيت كل مشروع مسويه كل مشروع من المشاريع مسويها مطلوبه من الكليه تبعنا مسويه لها في اكس حاطه على سمي المشروع بدك تفكر فيه كذا الى اخره هي البي اي بي اي فاندبل انه صار انا فيني اتحكم بالشيء هذا المبنى تبعي فيني انشره للناس بكل تفاصيله مواد البناء تبعه بالادهان سماكة الحيطان الى اخره كل التفاصيل بيكون يوم موجودة بالملف تبع البي اي هلا كاميرون بوحدة المحاضرات اخر جملة قالها وما بعرف كثير عجبتني الجملة قالها فشو قال؟ ارسمتهم الحديث عن احداث تغيير ممكن فقط احداث او الوفاة حكينا عن المسؤولية وكل واحد فينا هلا انه بمكانه باختصاصه اللي بيفوت عليه او اللي بيفات عليه الى اخره انه في مسؤولية كبيرة محمد هو محمد اللي يعني المسؤولية وفي شيء سيساعدونه من المسؤولية مثلاً مواد ضغط مواد، إنه كانوا عم يستعملوا الاصطلاحات.